اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا شباب ومساء الخير على الجميع، حياكم الله حياكم. هذه أشتال اللي هو أو أشجار البوبي درجة أولى الريد ليدي. شوف ما شاء الله تبارك الله. طبعا احنا بعض الأحيان الشباب بعضهم يقول إن هل هو قزمي أو غير قزمي، يأثر فيه بالزراعة الأولية اللي حق ما أنت زرعته في أي وقت بالضبط. إذا كانت الزرعة الثانية هو أساسا هو قزمي قزمي، لكن اللي خليه إنك تقول ما هو قزمي بسبب إنه يثمر ويرفض يطيح بسبب شدة الحرارة أو شدة البرودة، هي لها تأثير عامل كبير. والله إنه قزمي قزمي، شوف الارتفاع هذا يعطي ثمار، يعني بعد 60 50 60 سنتي فقط أو أقل بعض الأحيان. شوف هذه شجرة مثلا صغيرة حتى ما تجي المتر، لكن شوف الثمار فيها بدأ، شوفه خلص إيش قدها. هنا مثلا هذه أصغر بعد، شوف بدأ الثمار، شوف الزهر موجود. وهذا اللي بعضهم اللي يقول الشباب اللي يقول إن ريد ليدي ما يكبر، شوف هذا إيش قدها تقريبا 5 6 متر أو أكثر بعد. شوف كيف ما شاء الله، هذه تقريبا عمرها الان 7 سنوات تقريبا. شوف كيف هذا انا مخلينها، بس ابغى هل بالفعل الريد ليدي يمشي يطول في العمر او لا، او مثلا يتاثر ايش قد. شوف كيف كبير ما شاء الله، الله يعطينا وياكم طولة العمر. والساق حقي شوف كم، يمكن 12 بوصة الان، هذا اقل شيء. هذه في الزرعات الأولية لأنها زرعت فيها، والآن غيرنا الزرع. حياكم الله وأحياكم.